تحت شعار مهنة حرة لوطن حر، نظم قطاع المهن الحرة في القوات اللبنانية المؤتمر السنوي الأول للمهن الحرة في معراب، شارك فيه جمع من الشخصيات السياسية والاجتماعية. الجلسة الأولى افتتحت بكلمة سياسية لرئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، سأل فيها عن معنى مجاهرة بعضهم بأنهم سلطة فوق سلطة الدولة، وبأنهم استعملوا وسيستعملون العصا الغليظة ضد بقية اللبنانيين. إنما نشهده اليوم في ظل الحكومة الحالية، الحكومة اللبنانية الحالية، هو محاولة البعض في لبنان تقويض هذه الأسس الديمقراطية التي قام عليها النظام اللبناني وسائر اللبنانيين في الاتجاه المعاكس للمسار العام لشعوب المنطقة. وإلا ما معنى ضرب عرض الحائط بتطلعات أكثرية الشعب اللبناني وتمسك البعض بإقامة دولة غير شرعية رديفة؟ ما معنى أن يبقي هذا البعض لبنان بوضع متوتر غير مستقر، مما ينعكس سلبا على حياة اللبنانيين اليومية أمنيا، كنا أمنيا بس، هلأ اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا، كما شاهدناه مؤخرا في أحداث معمل الزهراني، وكما شاهدناه بالأمس تحديدا للأسف من خلال العملية المجرمة التي استهدفت الكتيبة الفرنسية في قوات حفظ السلام في جنوب لبنان. فإما العودة إلى الدولة وإما على الديمقراطية والحرية والدولة في لبنان ألف سلام. وكانت كلمة لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، توجه بها إلى القواتيين بالقول: وأعتقد أن انتماءكم إلى حزب يتمتع بهندسة ديمقراطية وعصرية، حزب القوات اللبنانية بقيادة طبيب مهندس سياسي حكيم، سيمكنكم من أن تبنوا ناطحة صحاب سياسية ووطنية على أساسات صلبة. النائب عمار حوري اعتبر أن وطنا حرا لا يقوم بغزوة بيروت والجبل. إن الوطن الحر في لبنان يقوم على ما اتفقنا عليه في ميثاق الطائف حول نهائية لبنان ككيان سيد حر مستقل. أما النائب بطرس حرب فتطرق إلى مسألة السلاح غير الشرعي. ولا تسكتوا عن تفشي السلاح غير الشرعي الذي تحول أداة سياسية لفرض رأي حامليه على المواطنين الآمنين الأحرار، ولا تسكتوا على ضرب العدالة والقضاء. كما كانت كلمة مقتضبة لنائب رئيس حزب القوات جورج عدوان، شدد فيها على ضرورة عودة دولة القانون ليكون لبنان بخير، إشارة إلى أن المؤتمر تخللته تقارير عن مؤسس حزب الكتائب الشيخ بيير الجميل والدكتور ألبير مخيبر، وعن نقابتي الصيادلة والمحامين.